السوري منع عودة النازحين إلى مناطق كان يسيطر عليها مسلح والمعارضة، وذلك أو فرض قيود على دخولهم إليها أو تدمير منازلهم. وقالت هيومن رايتس ووتش إنها حللت صورا التقطتها أقمار صناعية لأحياء القابون تظهر عمليات هدم واسعة النطاق بدأت في أواخر مايو أيار عام 2017 بعد انتهاء القتال فيها. حينما يهدأ مشهد العنف في سوريا يتجدد الحديث عن التغيير الديموغرافي. داريا والقابون تحديدا، فعبر مشاهد كهذه تعيد منظمة هيومن رايتس ووتش هاتين المدينتين إلى ذاك المربع. منذ عامين تقريبا وضعت الحرب أوزارها هنا، بعد عامين عانت فيهما مأساتين، الحصار وعجلة عنف لم يهدأ يوما. غادر المسلحون إلى إدلب فيما تجشم هؤلاء مشقة النزوح بعيدا عن ديارهم. لكن اليوم تتحدث المنظمة الحقوقية عن قيود حكومية على التنقل في كامل داريا أو وصول النازحين إلى أحيائهم، بل أن البعض هدمت منازلهم. عقبات تضعها السلطات أمام الراغب بالعودة إلى داريا والقابون. المدينتان القريبتان من العاصمة صيغ لهما قانون مثير للجدل حسب الهيومن رايتس ووتش. تدعو روسيا وسوريا الناس إلى العودة لجذب التمويل لإعادة الإعمار، لكن كما هو الحال دائما مع الحكومة السورية فإن الواقع مختلف تماما. تحت ستار قانون حقوق الملكية سيء السمعة تمنع الحكومة السورية في الواقع السكان من العودة. باسم إعادة الإعمار كما يتحدث الموسكوفي الداعم الأبرز للنظام هنا لدى الضيافة الألمانية. تستعين المنظمة بصور أقمار اصطناعية وهي تحلل أحياء القابون التي ما زالت عمليات الهدم على قدم وساق. لا حديث إذن أبلغ من صورة. هكذا تمسح المدن. فالمنطقتان يشملهما قانون أقر في آيار الماضي، جوهره السماح للنظام باستملاك عقارات خاصة لمشاريع تطوير عقارية. تنتقد المنظمة نفاق نظام يدعو إلى عودة المهجرين برغم أنه يمحو آثار ديارهم ويرسم شبحه وسط الخراب وقد تآكلت شرعيته منذ أعوام. أستاذ مطيع، كثيرا كما تعلم كثيرا ما نفى النظام السوري منع اللاجئين من العودة إلى بيوتهم والحصول على ممتلكاتهم مرة أخرى، لكن يبدو أن هذا التقرير لهيومن رايتس ووتش قطع الشك باليقين بأن هذه سياسة ممنهجة فعليا تتبعها الدولة السورية. يعني بالتأكيد تقرير هيومن رايتس ووتش وغير ذلك من المتابعة الفعلية لما يجري على الأرض، أكيد كل من يتابع ماذا يجري مع المناطق التي الآن خضعت للنظام سواء بما يسمى مصالحات أو بدخول النظام إليها يتابع بالتأكيد هنالك قرارات حجز على الأملاك حتى على الذين أجروا مصالحات مع النظام. إذن هنالك سيناريوهات عديدة يقوم بها النظام استمرارا للسياسة التي بدأها بحرق السجلات العقارية في حمص وسجلات النفوس وغير ذلك، هي مستمرة بإصدار القوانين القانون رقم 10 وهي أيضا مستمرة في المرسوم رقم 16 الذي ما يخص الأوقاف في التغيير الديموغرافي الواضح، وهي أيضا مستمرة في العائدين الآن الذين يعني اتخذوا قرار إلى حد ما أنهم يعني يمكن أن يعودوا. استثمر النظام إلى أبعد حد في بعض الشخصيات من أجل أن يقول أن هؤلاء عادوا من أجل مسألة إعادة الإعمار، لكن الذين يعودون الآن قسم منهم يتم تحريك دعاوى ضده وقسم من هؤلاء لا يستطيع أن يعود إلى بيته لأنه قد تم بيع البيت بالمزاد العلني في غيابه. أو استصدار أحكام قضائية مزورة أو الآن بتهمة الحجز عملاق سابقا أو البيت مهدم أو هذه المنطقة خاضعة لقانون جديد لإعادة الإعمار. هذه ما الهدف، ما الذي يريد النظام من تطبيقه أو الوصول إليه من خلال ذلك؟ هل هو تغيير ديموغرافي لتلك المناطق كما تفضلت قبل قليل؟ أم أنه أيضا سياسة وضع اليد على تلك الأراضي والبيوت من أجل استغلالها في مشاريع عقارية مستقبلية يستفيد منها النظام طبعا، ووجود أولئك الأشخاص يعرقل هذه المشاريع؟ أولا يعني هي سياسة النظام واضحة عندما أعلن رأس النظام رئيس هذا النظام عندما تكلم عن سوريا المتجانسة. إذا الآن يعني فتح المجال لعودة 8 مليون لاجئ سوري
بالتأكيد سيفشل هذا الذي تكلم عنه بشار الأسد، وسيعيد سوريا إلى يعني إلى حالة لا يمكن أن يوافق عليه هذا النظام الذي عمل على سيناريوهات التهجير والقتل والتصفية وإثارة النعرات والتجنيس، التجنيس للإيرانيين، الملف الأسود المغلق، وتغيير الهوية، تغيير الثقافة، البيع والشراء بالعملة الإيرانية، اللقميات، كل هذه الأشياء، الآن العقارات والفنادق التي اشترتها إيران، كل هذا الأمر يصب في مصلحة طريقة وخطة وضعها النظام بالتعاون مع إيران لتغيير ديموغرافية سوريا. الآن الأرقام تتكلم عن 5000 تم عودتهم إلى سوريا، هؤلاء سيستثمر فيهم النظام والروس إلى أبعد حد، إلى أن النظام سمح بالعودة، في حين الآن الكل يتكلم حتى النظام لا يسمح بعودة المدنيين والنساء والأطفال من مخيم الركبان مثلا الذي هو ضمن سوريا. هو بالتأكيد مستمر في خطة وباتت واضحة للعيان، استمرت بشرعنة باطلة، شرعنة جريمة التغيير الديموغرافي، شرعنة التجنيس الباطل تحت في ظروف الحرب، أيضا شرعنة امتلاك العقارات بطرق غير صحيحة، هي طريقة من طرق التشبيع التي لا يزال النظام يقوم بها. بالتأكيد متابعة هذا الملف الأسود الذي يقوم به النظام، عندما نحن لا نتكلم عن 5000 أو 6، نحن نتكلم الآن عن أرقام بالملايين بين مهجر ومشرد ومقتول، كل هؤلاء يساهمون في خطة النظام في سبيل تغيير ديموغرافية سوريا. إذن الكلام الآن عن عودة اللاجئين من لبنان أو من غير لبنان لا يمكن أن يكون لديه أدنى مصداقية ما لم يكن هنالك بالفعل ضمانات دولية لإزالة هذا النظام والقبضة الأمنية التي لا يزال من خلالها يحكم هذا البلد بشرعنة باطلة لقوانين لا تقبل إلا تغيير ديموغرافية ووجه سوريا. الكاتب والمعارض السوري الذي كان معنا من إسطنبول.